وأثناء الصلاة السرية أقرأ الفاتحة وسورة، والإمام لم ينتهي بعد، فهل أستمر بالقراءة أم أتوقف؟ وكذلك في الصلاة الجهرية عندما أقوم للركعة الثالثة أو الرابعة مثلا في صلاة العشاء أقرأ الفاتحة والإمام لم يركع ويطيل، فهل يجوز أن أقرأ ما تيسر أم أقرأ الفاتحة فقط وأتوقف لحين ركوع الإمام؟ أرجو الإفادة، بارك الله فيكم. المأموم عليه أولا أن يقرأ الفاتحة وجوبا في كل ركعة، إلا في الركعات التي يسمع فيها الإمام يقرأ الفاتحة فينصت، وأما بعد ذلك في كل ما هو الإمام ساكت فيه تقرأ الفاتحة، تقرأ سورة، تقرأ سورتين، تظل تقرأ ولا تقف صامتا، يعني لا تقف صامت خلف الإمام. الإمام مثلا في الركعة الثالثة أو الرابعة في صلاة العشاء أو في الأربع ركعات في صلاة الظهر وصلاة العصر كلها صامتة، هذه تقرأ الفاتحة، تقرأ سورة، تقرأ أكثر، لا تجيب ولا تقف صامتا، لأن كل قراءة تقرأها هي لك أجر، وكذلك في الركوع وفي السجود، يعني لا نقول والله خلاص الإمام سبح ثلاث تسبيحات وخلاص، لا، إذا الإمام مطيل للسجود والركوع فظل في التسبيحات، سبع تسبيحات، عشر تسبيحات، عشرين تسبيحة، ظل تسبح، سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم وحمده، سبحان ربي العظيم وحمده، وكذلك سبحان ربي الأعلى وبحمده، سبحان ربي الأعلى وبحمده، سبح، كذلك في الجلوس، لا تجلس صامت. رب اغفر لي وارحمني، رب اغفر لي وارحمني، رب اغفر لي وارحمني، رب اغفر لي، رب اغفر لي، رب اغفر لي، رب اغفر لي، رب اغفر لي. سمع الله لمن حمده. لا تخف تقول ربنا ولك الحمد، تخف صامت، لا. ربنا ولك الحمد، ربنا ولك الحمد، ربنا ولك الحمد، ربنا ولك الحمد، ربنا ولك الحمد. كان النبي يقول ربنا ولك الحمد قدر ما يقرأ سورة البقرة. الله أكبر. أنت تقول كان يقول ربي الحمد لربي الحمد لربي الحمد لربي الحمد لربي الحمد لربي الحمد. فطالما أنت في الصلاة كنت الذكر، هذه الصلاة بالذكر، كنت ذكر الله. ففي القيام القراءة، اقرأ الفاتحة، اقرأ سورة بعدها، الإمام ما ركع اقرأ سورة بعدها، أنا خلصت مثلا قرأت المعوذتين والإمام ما ركع اقرأ، ارجع ثاني عيد المعوذتين مرة ثانية، اقرأ مرتين، ثلاث مرات، أربع مرات، خمس مرات، ظلك يقرأ إلى ما يركع اركع. وكذلك إذا رفع قل سمع الله لمن حمده، قل ربنا ولك الحمد، لا تسكت، ربنا ولك الحمد، لربي الحمد، لربي الحمد، أو عيد ربنا ولك الحمد، ربنا ولك الحمد، ربنا ولك الحمد، ربنا ولك الحمد، إلى أن يركع الإمام، وهكذا. فاملأ صلاتك كلها بالذكر، وأنت مأموم املأها بالذكر، ولا تجعل فيها وقت ليك، وخلي ذكرك بلسانك وبقلبك، خليك معليها. الشيطان طبعا يحب أن يأخذك ويشغلك برا، فحاول ترجع كل مرة ترجع للصلاة. الشاهد أنه إذا قمت في الصلاة كلها ذكر، اجعلها ذكرا في النهار، وإذا خلصت من الركن مثلا بذكر معين مرتين، ثلاثة، أربعة، خمس، ست مرات. وهذا سأل يسأل يقول رجل على خلاف مع أخته الصغيرة وهو لا يريد أن يقاطعها لصلة الرحم ويرسل لها مبلغ من المال كل رمضان، ولكنها ترفض استلامه وتستحلف بالله ألا يرسل لها شيئا لأنه لا سترده، ولكنه أرسل لها فردته، فهل لو أرسل لها رسائل بالتليفون يكون غير قاطع لرحمه علما أنه بعيد عنها ومسافر؟ نرجو الإفادة، بارك الله فيكم. صلة الرحم ليست للواصل فقط، وإنما للواصل وللقاطع. فالنبي يقول ليس الواصل من إذا قطعت رحمه
يعني من يصل رحمه يعني إحسانا، ولكن الواصل من إذا قطعت رحمه وصلت. هذه صلة الرحم، يعني صلة الرحم مش معنى ان اخوك او ابن عمك او قريبك او اختك هم زينين معك بيصلوا معك فتقوم انت ايضا تكون انت زين معهم، ليست هذه صلة الرحم. ليس يقول النبي ليس الواصل بالمكافئ، ولكن الواصل من اذا قطعت رحمه واصله. فالمكافئ مو واصل، لان المكافأة ما فيها، واحد اهدى لك هديه هديت له هديه، عمل لك معروف قلت له جزاك الله خير، هذه بتكافئه ليه. لكن الواصل من؟ واحد تنقطع رحمه وهو يروح يسلم، بيسبوه بيشتموه بيقطعوه مع ذلك ويصلهم ويحسن اليهم. هذا الواصل، هذه الصله، هذه صله الرحم. فصلة الرحم اللي هي من الذي تقطع رحمه ويصلها، أما الذي يصله أرحامه وهو يصلهم هذا على أنه هذا مكافئ، هذا مكافئ. والنبي يقول ليس الواصل بالمكافئ، ولكن الواصل من إذا قطعت رحمه وصله. فنقول لهذا أخونا اللي بيسأل عن أختي هذه الصغيرة التي قطعته، قلت له لا بأبيه ما بيجي ترسل لي شيء، رد رسالة يظل الذي معه بهذه، ومش فقط بالتليفون، يعني يظل كذلك في صلة الرحم. نعم. وهذا سائل يسأل يقول امرأنا كانت نصرانية ولكنها دخلت بالإسلام حديثا، إلا أن صديقاتها يسخرون منها لتركها لدينها ويسألونها أسئلة عن الإسلام ولا تعرف تجيبهم، فما هو الرد المقنع لمثل هؤلاء؟ وماذا يجب عليها ان تعرفه حتى لا ترتد عن الاسلام؟ نرجو الإفادة بارك الله فيك. اولا يجب ان تعلم ان دخولها في الاسلام نعمه فضل عظيمه من الله سبحانه وتعالى، وليس مطلوبا منها انها ترد على كل الشبهات التي ياتي بها هؤلاء اصدقائها ولا غير اصدقائها القدامى، لان هؤلاء عندهم شبهات لا تنتهي، شبهات ما تنتهي على الرسول وعلى الدين وعلى أعمال الإسلام وعلى تشريعاته ليه. وليس مطلوبا منها أنها، ولكنها ما تستطيع أن ترد فيه ترد، ما تقدر تسكت تسكت، أنا تعلم أن هذا من شبهات يعني الكفار يلبسون عليها دينها، فأنت اعتزل هؤلاء ولا بأس أن تتعلم، يعني ما ترد به الشبهة، ما ترد به الشبهة. والنصارى عندهم شبهات عن الإسلام قد الجبال، ما في شيء إلا ولهم اعتراض عليه وشبهات عليه، فهذا أمر. وتعلم أن هذا من الفتن، أن هذا فتنة ابتلاء يعني، ولكنها تبتعد عن هؤلاء، تبتعد ما أمكن عن هؤلاء. وإذا في شبهة يعني هي تستطيع أن تتعلم طريق الرد عليها وترد عليها، لا ما تقدر ترد عليها تسكت عليها. وهذا سائل يسأل يقول رجل يريد أن يخطب فتاة ويطالب بالرؤية الشرعية قبلها، فما هي الرؤية الشرعية والفتاة ترفض أن يراها بغير حجاب بل تصر على لبسها الحجاب وأن يقوم بحضور محارمها معها؟ نرجو الإفادة بارك الله فيك. ما في أحد يسمى رؤية شرعية للخاطب، وإنما ينبغي أن يعني ينظر إلى ما يدعوه من يعني نكاحها، وليس بالضرورة أن يكون هذا بمحضر من أهلها ومن الناس، فلو نظر إليها يعني بأي طريق وشاف منها ما يدعوه إلى يعني زواجها فليفعل، وينبغي أن يكون هذا بدون طلب ونادية، أنا بدي يعني يروح لأهلها بدي أطلب بنت فلان عشان أشوفها، لأنه ربما لا تعجبه فيخرج وينكسر قلبها، ما في داعي لها، وإنما يستطيع أن يرى منها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من استطاع، يعني قال من أراد منكم أن يعني يخطب امرأة فلينظر إليها.
وقال مغيرة بن شعبة قالوا خطبت امرأة الأنصار قالوا انظر إليها فإن في أعين الأنصار يدير خنا وقال شيئا. فينبغي أن ننظر إليها ولو يعني وهي لا تعلم انظر إليها بيد، ثم إذا أعجبه الأمر يعني تقدم بخطبتها. ولكن ليس هناك حد رؤية شرعية أنه ينبغي أن يرى يعني وجهها كفيها يرى شعرها يرى شيء من ساخير لا بس. فعلى كل حال طريق إلى هذا البيت. لكن لا يدخل المؤمن في الفحش والقبح. يعني بعض الناس في هذه الرؤية الشرعية يقول يرى كل شيء، يجب أن يرى من المرأة كل شيء. لا، لم يرى هو الذي يدعوه إلى نكاحها فيه. نعم. هذا السائل يسأل يقول ما تفسير قول الله سبحانه وتعالى في سورة التوبة وممن حولكم من الأعراب المنافقون ومن أهل المدينة مرضوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم، وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلقوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم. هذه الآيات من سورة التوبة، وسورة التوبة نزلت في السنة التاسعة من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه السورة كان الصحابة يسمونها الضفادع والمقشقشة الفاضحة، لأن الله تبارك وتعالى فيها فضح أهل النفاق. تصنيف المجتمع اللي كان مع النبي صنف هؤلاء المؤمنون وهذه أعمالهم وهؤلاء المنافقون وهذه أعمالهم، وكان كثير منهم لا يعلمهم النبي فربنا علمه يعني. مثل هذه الآية وممن حولكم من الأعراب منافقون، الأعراب اللي هم سكان البادية من العرب غير أهل المدينة، ومن أهل المدينة مرضوا على النفاق يعني مبالغون في النفاق، مرضوا إما من التمرد وهو العتو والاستكبار، وإما مرضوا بمعنى الشيء الممرد اللي هو النعم إنه صرح ممرد من قوارير، ممرد يعني نعم من الزجاج يعني نعمين، يعني لا تستطيع أن تلمس فيهم شيء من النفاق لا تعلمه. والنبي صلى الله عليه وسلم صاحب الفراسة والعلم قال لا تعلم نحن العلم سنعذبهم مرتين، مرة في الدنيا ومرة في الآخرة، سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم في الآخرة. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وآخرون اعترفوا بذنوبهم، غير هذول، دول ناس خلطين مرة كده ومرة خلطوا عملا صالحا واخر سيئا عسى الله ان يتوب عليهم ان الله غفور رحيم. خذ من اموالهم من هؤلاء اللي هم تاخروا احيانا عن الجهاد فعلوا كذلك، خذ من اموالهم صدقه تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم ان يقول ان صلاتك سكن لهم الله سميع عليم. لم يعلموا ان الله يقبل التوبه عن عباده ويأخذ الصدقات وان الله هو التواب الرحيم وفي عمله فسير الله عملكم ورسوله والمؤمنون ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. فهذا كشف من الله تبارك وتعالى لأحوال من كانوا حول النبي من أهل المدينة ومن الأعراب الذين هم حول النبي. أحسن الله عليكم، جزاك الله خير شيخ.